موجز الأخبار من A1 TV، أهلا بكم. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحمل القافلة المكونة من 14 شاحنة مواد إغاثية وغذائية وطبية ليتم تسليمها إلى مديرية الصحة ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعية والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة. قال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الأشقاء في فلسطين. قال وزير النقل وجيه عزايزة إن قرار تقديم حوافز لملك وسائقي الشاحنات المتضررين من القرار ما زال قيد الدراسة في مجلس الوزراء. أكد عزايزة أنه لم يتم تحديد هذه الحوافز بعد، وبيّن الوزير أن الحوافز ستنصف المتضررين من القرار هذا، وينص القرار السعودي على منع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما إلى السعودية. حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي من استمرار هجوم حركة طالبان وتقدمه واحتلاله المزيد من المدن الأفغانية. قالت باشلي في بيان صحفي أنه يجب على طالبان وقف عملياتها العسكرية في المدن ما لم تعود جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى تسوية سلمية. وبيّنت أن استيلاء حركة طالبان على مدن وأقاليم أشاع الخوف والرهبة لدى السكان. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة ستخصص ما يصل إلى 35 مليار دولار لإعادة بناء المناطق المتضررة من جراء الفيضانات القاتلة الشهر الماضي. وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي أنه بعد محادثات مع زعماء الأقاليم تقرر تقاسم التكاليف بين الحكومة الفيدرالية والولايات 16، وصفتها بأنها علامة على التضامن الوطني، وأضافت أنه سيتم توجيه مبلغ كبير في إعادة بناء البنية التحتية لا سيما الشوارع وشبكات التزويد بالتيار الكهربائي والاتصالات. إلى أخبار الرياضة، حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المهاجم السابق لبرشلونة الإسبانية، مشيرا إلى أن أفضل لاعب في العالم 6 مرات سيرتدي الرقم 30. كتب النادي في تغريدة على تويتر: يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدا لمدة 2 مع سنة إضافية اختيارية. سيرتدي النجم الأرجنتيني الرقم 30 الذي بدأ به مسيرته مع النادي الكتالوني. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.